بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله مجلس مبارك مع إمام من أئمة السلف، وهو الإمام الصابوني عليه رحمة الله وعقيدته. بيقول: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. أصحاب الحديث يقصد بهم ليس الذين ينكبون على الحديث تحصيلا وسماعا ورواية وكتابة، بل يعنى بأصحاب الحديث من كان أحق الناس بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصيلا وفهما وطلبا وعملا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعد أن قرر هذا المعنى في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، وأدنى ما يعني أدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس أحدث إشكالا بين الفقهاء والمحدثين وقال: أعلم الناس بالحديث هم المحدثون، وأعلم الناس بالفقه هم الفقهاء، فأوجد الإشكال بين الحديث والفقه، وبين أهل الحديث وبين أهل الفقه. والأمر ليس كذلك، فإن الإنسان إذا علم الحديث وحصله وعمل به كان أيضا فقيها. ولذلك نجد أن المتقدمين من المصنفين لم يفرقوا بين محدث وفقيه، بل إننا نجد المتقدمين من الفقهاء كانوا محدثين، والمتقدمين من المحدثين كانوا فقهاء. مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله كان فقيها، ومع ذلك كان ماذا؟ كان محدثا، وله موسوعة في الحديث من أوائل ما صنف في الحديث يسمى بالموطأ. نعم، سبقه ابن أبي ذئب بسنوات قلائل في تصنيف الموطأ، ولكن لعل أول موطأ كتب له القبول، وإذا أطلقت هذه الكلمة الموطأ فإنها لا يعنى بها إلا مصنف مالك. هو مصنف مالك، فمالك فقيه ومحدث، فلا نستطيع أن نقول هو محدث ونقف أو هو فقيه ونقف. هذه القسمة اختلقها المتأخرون، وتلقفها العقلانيون لكي يفخموا من شأن مدرسة الرأي. هذه أصل المسألة، أرادوا أن يفخموا من شأن مدرسة الرأي، فقالوا: أهل الحديث نصيون لفظيون، وأهل الرأي فهميون استنباطيون.
وهذا كلام غير صحيح. وممن يعني دندن في هذه المسألة كثيرا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، عندما نصب حربا بين أهل الفقه وأهل الحديث، وانتصر بشدة لمن؟ لأصحاب الفقه. فشيخ الإسلام بيقول: ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول عليه الصلاة والسلام من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أي المتصوفون المتسننون أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام من صوفية غيرهم. تكلمت قبل ذلك في مسألة التصوف، وقلت ليس التصوف مرذولا على إطلاق ولا مقبولا على إطلاق، فإن المسألة فيها تفصيل، ولا نريد أن نكون حساسين بالنسبة للألفاظ، لا، ولكن ينبغي أن نعاير الحقائق بالميزان، ويقول: وأمراؤهم أحق، أي الأمراء المتسننون أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أي عامة أصحاب الحديث أي العوام ممن يقبل الحديث ويعظم الحديث، ممكن تجد إنسان عمي ولكن يحب سماع الحديث ويعظم الحديث، وإذا انتهى إليه الحديث عظمه وعمل به، فهؤلاء العامة المعظمون للحديث أحق بموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام من غيرهم. إذن أصحاب الحديث من هم؟ لا يقصد بأصحاب الحديث الذين يجمعونه أو يحفظونه أو يكتبونه ويقولون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا الحديث آفته كذا وهذا الحديث علته معصبة في فلان وجرح، هؤلاء على علم بالحديث، ولكن يمكن أن تجد إنسانا بارعا في فن الحديث ومبتدع، يمكن أن تجد إنسانا بارعا في الحديث ومبتدع. من أعظم الناس إسنادا في علم الحديث على وجه الأرض الهنود والمغاربة، وكلاهما يتلبسون ببدع التمشعر والتصوف الاثنين، يعني الكتاني مسند العالم في الحديث وهو متصوف أشعري، الكوثري الذي له تحقيقات منيفة وله حواشي مذهلة على بعض الكتب وله نفس طويل في بعض المباحث الأصولية والحديثية، ماذا كان حاله؟ كان أشعريا محترقا، وكان أحيانا يتجهم، يبقى أشعري جهمي، ومع ذلك كان له باع في علم الحديث. فليس كل من تفنن في الحديث أو طلبه أو رواه أو جمعه كان بالضرورة من آل الحديث أو أصحاب السنة أو أصحاب الحديث، ولكن كل من عظم الحديث وانقاد له وعمل به هذا هو من أهل الحديث ومن أصحاب الحديث، سواء كان عالما أو كان إيه؟ أو كان عاميا. أصحاب الحديث ذولت حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية أنه إله واحد، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة، ودي مسألة زلت فيها أقدام، الفرق بين الرسول والنبي، وهناك من أتى ب يعني فروق عجيبة جدا، يقول لك النبي أوحى الله تعالى إليه برسالة ولم يؤمر بتبليغها، ولكن الرسول أمر بإيه؟ بتبليغها. سبحان الله، يعني معنى ذلك أن ذلك الرسول لم يؤمر، أن ذلك النبي لم يؤمر بماذا؟ بالإبلاغ، لم يؤمر بالتبيين، يعني لو وجد منكرا ما أنكره، هذا كلام في غاية الغرابة والناس يتلقفون ذلك،
لكن لعل الصحيح هو ما أثبته شيخ الإسلام في كتابه القيم النبوات في التفريق بين النبي والرسول، أن كلاهما يوحى إليه، وأن كلاهما مبلغ أو مبلغ عن ربه برسالة، الاثنين. ولكن هناك من يبعث في قوم منكرون، وهناك من يبعث في قوم موافقين ولو تغيروا. يبقى الذي يرسل في وسط المنكرين هو رسول، هو رسول، والذي يرسل في باب الموافقين وإن خالفه هو ماذا؟ هو نبي. وهذا تفريق لو تأملتموه لكان جيدا. هؤلاء القوم أصحاب الحديث بعد أن شهدوا لله تعالى بأنه إله واحد وأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله والقرآن، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الشهادة فيها إخبار عن علم ويقين، الشهادة إخبار عن علم ويقين. فلو أن الشهادة خليت عن العلم واليقين ما كانت شهادة. قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الحديث في مسلم وفي غيره. إذا لابد من اليقين. وفي حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن علم ويقين. ولذلك في الشاهد إذا كان جاهلا لم تصح شهادته، وإذا كان عالما ولم يكن متيقنا لم تصح شهادته. إذن الخبر المتضمن معني العلم واليقين هذا يسمى إيه؟ شهادة. هذا يسمى شهادة. أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. العدول جمع إيه؟ عدل. والعدل كما فسر الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو العامل، هو العامل بطاعة الله عز وجل. يبقى كل من أطاع الله عز وجل كان عدلا. إذن المطيع لله هو العدل، المطيع لله والعدل. ولذلك تنتفي هذه العدالة عن مين؟ عن المتلبس بكبيرة أو المصر على صغيرة. ولذلك عندنا في تعريف الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الإيه؟ الضابط، العدل. فالعدل بمعنى العادل، والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. يريد أن نحفظ هذه الكلمة، العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه. طبعا هناك نسخ فيها بيده، يعني هناك نسخ بيده وهناك نسخ بيديه. فيقولون إنه خلق آدم بيديه. واليد يعني النسخة اللي فيها اليد صحيحة، واليدين صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله تعالى يد وكلتاهما يمين.
كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل يدين على النعمتين أو القوتين. دي مسألة لا تصح أن نفسر اليد بمعنى القوة أو النعمة، لأننا لو فسرنا اليد بمعنى القوة أو النعمة يبقى في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي يبقى لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بقوتي، هذا كلام غير جيد. ولذلك قالوا بأن لفظ التثنية يدل على الحصر، لفظ التثنية يدل على الإيه؟ على الحصر، بخلاف لفظ المفرد، فإن في لغة العرب قد يطلق المفرد ويراد به ماذا؟ الجمع، كما في قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، والقراءة الأخرى: أليس الله بكاف عبده. ففي كل ذلك مفرد ويقصد به ماذا؟ الجنس أو الجمع. أما لفظ التثنية فإنها دلالة على معناها، ليها التثنية، وهذا هو القول الراجح الذي عليه أهل اللغة والأصول. يبقى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، ده مش موجود في اللغة، غير معروف في اللغة، لكن ممكن هناك بعض السياقات تحمل فيها اليد على لازم هذا المعنى. يعني هنا نقطة مهمة جدا، أننا نثبت اللفظ بمعناه ونثبت لازم ذلك المعنى، يعني فيه هناك المعنى ولازم المعنى، فتفسير اللفظ بلازم المعنى إهدار لمعنى اللفظ. عندما نقول بأن فلان، أن هذا الرجل لا ينبح كلبه، لا ينبح كلبه، طيب لو قلنا لا ينبح كلبه معناه أنه كريم فقط؟ لا، لا ينبح كلبه أي لا ينبح كلبه حقيقة، فطالما أن الكلب لا ينبح حقيقة فتضمن إثبات هذا المعنى إثبات لازم المعنى، وهو أنه إيه؟ كريم. يعني لو هناك رجل لا يزوره أحد ولا يطأ بابه أحد ومربي كلب، الكلب أول ما يشوف بني آدم جاي ناحية البيت عمره ما شاف الأشكال دي، بيعمل إيه الكلب؟ يفط عليه، عاوز يهبشه وينبح عليه. لكن لما يبقى ذلك رجل مضياف وكريم وتأتي إليه الضيفان فيكرمهم ويقوم عليهم، إذن الكلب ألف أشكال الأناس، يشوفهم كتير رايحين جايين، فلما يشوف حد إيه اللي يحصل؟ ما ينبحش عليه. يبقى فلان لا ينبح كلبه دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه رجل كريم. إذا لا ينبح كلبه أثبتنا المعنى الحقيقي وأثبتنا لازم المعنى، لكن أن احنا نفسر اللفظ بلازمه تاركين معنى اللفظ، ليس هذا من سنن العربيات في شيء. الله تعالى له يد، أي ونعم له يد حقيقية، إذا أثبتنا المعنى الإيه؟ الحقيقي لليد. ومن لازم إثبات اليد إثبات ماذا؟ القوة والنعمة والقدرة والسلطان والبأس إلى غير ذلك. إذا هذه كلها ليست معاني ولكنها إيه؟ لوازم المعنى. ثاني، لما نقول فلان طويل سيفه، طويل سيفه، إذا دلالة على ماذا؟ دلالة أنه رجل قصير ولا طويل؟ رجل طويل. طيب هل طول السيف ده طول حقيقي ولا مجاز؟ لا، طول حقيقي، سيفه طويل حقيقة، فلما أثبتنا طول الطول للسيف حقيقة أثبتنا لازم ذلك، هو إيه؟
هو طويل. فاهم المسألة يا إخوانا؟ إذن تفسير اليد بالنعمة أو تفسير اليد بالقدرة هذا تفسير اللفظ إيه؟ بلازم المعنى وترك لمعنى اللفظ، وده ما ينفعش. ولكن لابد أن نثبت أولا معنى اللفظ، ولا بأس بعد ذلك أن نثبت لازم المعنى، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمد اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكم الله. المعتزلة هذه طائفة نبتت بسوء، وكان رئيسها واصل ابن عطاء يجلس إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في أواخر المئة الأولى من الهجرة. اللي حدث إن دار هناك نقاش في بعض المسائل المتعلقة بمرتكب الكبيرة، فانتحى واصل ابن عطاء ناحية وجلس إلى سارية، والتف حوله بعض الشذاذ ممن تبنى فكره من أمثال عمرو ابن عبيد. وعمرو بن عبيد هذا كان يعني من أصحاب اللسان الفصيح، كان لا يلحن أبدا، فسموا عندئذ بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسه الحسن البصري. ودي مسألة مهمة جدا، إن الطالب لابد أن يلتصق كثيرا بشيخه، فإذا برز أو نبغ أو حدث له تطور فلابد ألا يخالف شيخه. دي مسألة مهمة جدا، أول ما بدأ ينبغ شوية نظر شيخه واستاذه واختلف معاه، وأول ما اختلف معاه مش كده يبقى فيه تراحم، لا، بعد عنهم وعمل مجلس لوحده، فسموا عندئذ بالمعتزلة. ولهم أصول، أصولهم من أعجب العجب، يعني من هذه الأصول مثلا يقول لك التوحيد، والتوحيد عندهم هو إيه؟ نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا هو التوحيد. إذن عالم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، هذا هو التوحيد عند المعتزلة. سبحان الله، إنهم عندئذ كما قال شيخ الإسلام يعبدون إلها عدما محضا، إنهم يقرمطون في اللغة فيثبتون اللفظ دون معناه. أمر عجيب جدا، علاقة الصفة بالاسم كعلاقة الايه؟ المعنى باللفظ، كعلاقة المعنى باللفظ. فإذا أثبتت الاسم ولم تثبت الصفة كان حالك كمن أثبت اللفظ ولم يجعل له ايه؟ حقيقة، لم يجعل له حقيقة. وهذا في دنيا الناس من أعجب العجب، من أعجب العجب. إنما في طماطم من غير طماطم مثلا، تصور كده، ويكون في إنسان من غير إنسان، يعني إنسان ما يكونش موجود ويبقى إنسان، وطماطم وهي مش موجودة طماطم، وكل حاجة أمر عجيب جدا. وده شيخ الإسلام بيقول فعبدوا إلها عدما محضا، دي مش موجود أبدا حتى في الأذهان، لأن الموجودات هناك موجودات في الأذهان وهناك موجودات في الأعيان. فالموجودات الذهنية هي الموجودات المطلقة. يعني إيه الموجودات المطلقة؟ الموجودات التي لا تتحدد إلا في السياق، إلا في التركيب. لما نقول رأس، كلمة رأس، يا ترى ده رأس الجبل ولا رأس الأمر ولا رأس العائلة ولا رأس الدرس ولا رأس المال ولا رأس بالضبط ولا رأس الجاموس ولا رأس، مش عارفين. إذن كلمة رأس يطير العقل في تعيينها كل مطار، وبالتالي كل هذه المعاني متصورة. إذن عندما نقول رأس الذهن بيتصور كل المعاني دي كلها. إذن المعاني الموجودة لكلمة رأس معاني موجودة فين؟ في الذهن. لكن لما نقول رأس
المالي رأس المال الغنم، يبقى كده عرفنا معنى كلمة إيه؟ رأس. إذن موجودات ذهنية وموجودات عينية، العين والذهن. فعندما يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات فإنهم بذلك يخالفون منطق العقل واللغة. ده مسألة عجيبة جدا، أرجع فأقول ولذلك قال شيخ الإسلام إنهم يعبدون ماذا؟ قولوا كده إيه؟ إلها عدما محضا. طيب بيقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية. التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى، التحريف. والتحريف يقال انحرف فلان عن الشيء إذا مال عنه. إذن كلمة التحريف ها معنى كلمة ليه؟ الميل، إذا ما فيش فيها استقامة. وذلك فلان ده منحرف، خلي بالك فلان ده منحرف، لما يقول لك فلان ده منحرف يعني مستقيم ولا فاسد ضال؟ فاسد ضال. يبقى كلمة انحراف كلمة تؤذي، كلمة مش كلمة مرذولة، ليست من كلمات المدح ولكنها من كلمات الذم. التحريف إما يكون في اللفظ اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بالزيادة أو النقصان، صرف اللفظ عن ظاهره بالزيادة أو النقصان. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، الفعل من الله، ومين الذي تكلم إليه؟ موسى. إذن هذه الآية نثبت بها صفة الكلام لله عز وجل، إن ربنا عز وجل بيتكلم كلاما حقيقيا. ويدل على أن هذا الكلام حقيقة أن موسى إيه؟ أن موسى إيه؟ سمعه. إذن الخلائق تسمع كلام الله، إذ قال ربك للملائكة، يبقى الملائكة سمعت ليه؟ الكلام. لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي أين ملوك الأرض، إذن هناك قول لله، كلام لله بصوت بلفظ وصوت. إذن كلام الله تعالى كلام حقيقي بلفظ وصوت، بلفظ وصوت، صوت يسمعه الخلق. طيب الجماعة الذين ينفون الصفات يعملوا ايه في الآية دي؟ الآية تلوحهم دي يعملوا فيها ايه؟ هيعملوا فيها يا ترى؟ ها؟ هنعمل فيها، هيعملوا في الآية دي؟ شو بقى يعملوا فيها ايه؟ يقول لك وكلم الله موسى تكليما. يا إلهي ايه اللي حصل؟ جعلوا ان الرب هو المتكلم إليه، يبقى مين اللي اتكلم؟ موسى. إذا نفوا الكلام عن الله عز وجل وأثبتوه لمن؟ لموسى. إذا التحريف ده هوت في المعنى ولا في اللفظ؟ في اللفظ، معنى في اللفظ، تغيير الحركة الإعرابية دهيت من الضمة للفتحة، قلبت الدنيا، قلبت الدنيا. إذا ده تحريف في اللفظ. طيب تحريف في المعنى هو صرف ظاهر المعنى إلى معنى محتمل من غير دليل. كل كلمة في الدنيا لها معنى، ولا يمكن أبدا أن يتكلم الإنسان بكلام من غير معنى، لا يمكن أن يتكلم الإنسان بكلام من غير معنى إلا في حالة واحدة، إذا كان مجنونا، يعني إذا كان واحد مجنون يبقى خلاص. ولذلك لما سمع العرب القرآن ذهلوا، ليه؟ ده الكلام ده عارفين له معانيه، عارفين معانيه، فذهلوا وانقطعوا وانخرست ألسنتهم. يبقى كل لفظ لابد كله ايه؟ معنى. والمعنى الموجود لللفظ ده معنى قصدي،
مش معنى اعتباطي ولا معنى تلفيقي، لا ده معنى مقصود. سواء ذلك المعنى لهذا اللفظ وضعه ربنا عز وجل أو تعارف الناس عليه، دي مسألة فيها نزاع كبير ولا نريد أن نخوض في هذه القضية. لكن دلالة اللفظ على معناه وتضمن اللفظ لمعناه، ده دلالة إيه يا أخوانا؟ دلالة إيه؟ قصدية. طب لو واحد أراد يجيب لفظ له دلالة قصدية ويعمل له دلالة هو من عنده، الكلام ده يقبل منه؟ يعني افترضنا واحد نزل السوق وقال لي ست البياعة هاتي لي كيلو قلقاس، جابت له قلقاس، قال لها لا ده انا عاوز ده اهو، واشار الى التفاح، تقول له يا ابني ده اسمه تفاح ولا لا ده اسمه قلقاس، من هنا ورايح سمي ده قلقاس، هل يقبل ذلك منه؟ لا. ليه؟ لان دلالة هذا اللفظ اللي هو القلقاس او التفاح على معناه دلالة يا اخوانا ايه؟ قصدية بنقصدها. ولذلك لو واحد راح الشرطة وقال أنا اللي قتلت وعملت كذا وكذا وكذا، يعتبر ده إيه؟ دليل إدانة. طب لو رجع تاني في كلامه انتهت. ليه؟ لأنه إنسان عاقل ويتكلم بألفاظ مبينة، ودلالة الألفاظ ديت على معانيها دلالة إيه؟ قصدية. إذن ويقصد ما يقول، إذن لا يقبل منه إلا ما قال. وذلك يقول لك الاعتراف سيد الايه؟ الأدل. عشان كده طيب نضرب مثال على هذه المسألة، ان هو مثلا يقول لك وجاء ربك والملك صفا صف، وجاء ربك يقول لك وجاء أمر ربك، يا ترى هل الأمر يجيء ويذهب؟ الأمر معنوي يجيء ويذهب، دي أول رد. الرد الثاني أنه تقرر في اللغة والأصول أنه لا ي... أن الأصل في الكلام الحقيقة، دي قاعدة، الأصل في الكلام يا أخوانا الحقيقة، فلا يحاد عن الحقيقة إلا بدليل. طب إيه الدليل اللي خلانا نقول وجاء ربك؟ نخليه إيه؟ وجاء أمر ربك. ليه؟ إن المسلمين ابتلوا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن القيم عندما سماه طاغوتا، ابتلوا بما يسمى بالمجاز. نحن لا ننكر المجاز، ولكن ننكر إن كل مسألة تخالف الشرع نقوم معلقينها في إيه؟ في شماعة المجاز. ولذلك نجد إن بالمجاز فتحت أبواب كثيرة من أبواب الضلالات، سواء في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والأحكام، في باب القدر، في باب الكلام، في باب الأسامي، في باب المشيئة، في باب الوعد والوعيد، دي كلها حصل فيها مخالفات عظيمة بسبب مسألة المجاز. يبقى عندما نقول وجاء ربك نقول لك لا مش وجاء ربك، يبقى ربنا عز وجل يجيء، ونثبت هنا صفة حقيقية لله، صفة الايه؟ المجيء. المشكلة يقول لك لا هنا وجاء أمر ربك. ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير أو في الشطر الأخير من الليل فيقول أو فينادي ألا من داع فأستجيب له، ألا ألا إلى أخي. يقول لك ينزل، ليس المقصود هنا بينزل ربنا لكن تنزل رحمة الله. طيب فينادي، المقصود هنا فتنادي الملائكة، هذا كله تأويل. طب التأويل تحريف في اللفظ ولا تحريف في المعنى؟ تحريف في المعنى، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية. والجهمية طبعا دول أخطر الفرق العلمية التي ظهرت في تاريخ الإسلام، أهلكهم الله. ولا يكيفونها بكيف، الكيفية ده مصدر من كيف، مصدر من كيف، الكيفية مصدر من كيف، والكيفية والتكييف وما إلى ذلك دي كلها كلمات مولدة، ألفاظ مولدة
أي ليست من أصل اللغة ولكنها ولدت من اللغة مولدة. والتكييف يقصد به تعيين ما لا يدرك حالا أو صفة، تعيين ما لا يدرك حالا أو صفة، ده التكييف. يعني مثلا ينزل ربنا كل ليلة، أهل السنة يثبتون صفة النزول لله عز وجل. ولما بعد العصور الثلاثة المتقدمة الفاضلة حدث هناك لبس، ما هو لو ربنا جل نزل إذن يخلو منه إيه؟ عرشه. فتكلم أهل العلم في جملة ولا يخلو منه عرشه. إذن جملة ولا يخلو منه عرشه لم تكن موجودة في كتب الاعتقاد الأول، ولكن لما تكلم الناس في خلو العرش وأن إثبات النزول يستلزم خلو العرش، قال أهل السنة ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق به ولا يخلو منه عرشه. وليس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو أول من قال بذلك، ولكن سبقه كثيرون منهم ابن أبي زيد القيرواني الفقيه الأندلسي المعلوم أو المعروف. إذن التكييف تعيين ما لا يدرك حالا أو صفة، بنقول ينزل نزولا حقيقيا يليق به، يليق به. طيب هل نقول النزول ده هو معناه إن هو بقى نزول كنزول الناس، إن هو عندما ينزل يبقى فيها معنى النقلة الانتقال؟ لا لا، يبقى لا نعين ما لا يدرك، لا نعين ما لا إيه؟ يدرك. لأن الكلام في الصفات ده قاعدة أيضا، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أن الذات لا تدرك من حيث الكيف أي تعيين الحال والصفة، فإن أيضا الصفة لا تدرك. نثبت لله عز وجل سمعا، ولكن كيف يكون السمع؟ احنا عندنا السمع يقول لك فيه هناك مش عارف ايه أوتار موجودة في الأذن، ولما الصوت يجي تهتز الأوتار مش عارف ايه الكلام ده كله، تشعر هناك حركة فيزيائية تسبب السمع. ولذلك لما صوت قوي يجي جنب الأذن بيحصل فيه هناك كدمة في الأذن، كدمة في الأذن، الإنسان ما يعرفش يسمع إما شوية وإما على طول زي ما ربنا يقدر. هل ربنا عز وجل عندما نثبت له السمع حقيقة يقتضي ذلك أن نثبت له ما يثبت للأناسي في أذنهم؟ لا لا. ولذلك ولا يكيفونها بكيف أو شبهها، يعني أي حاجة شباب الكيف نحن ننزلها منزلتها أو نخليها زيها، هذا كله ننفي. تشبيه المشبهة خذلهم الله. المشبهة على قسمين، منهم من شبه الخالق بالمخلوق، ومنهم من شبه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا غالبا يكون في باب الصفات، هذا غالبا في باب الايه؟ الصفات. نشبه الخالق بالمخلوق، نقول يسمع كما نسمع، يرى كما نرى، يتكلم كما نتكلم. إذن ده تشبيه فاسد وصاحبه مبتدع وربما يكفر. تشبيه الخالق بمين؟ بالمخلوق. طب التشبيه الثاني، تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى الصليبيون، يشبهون عيسى بمين؟ بالله عز وجل. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا أيضا في الآية الأخرى
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو المسيح ابن مريم، هو الله. إذن شبه المخلوق بمن؟ بالخالق، إن هو بيبرئ وأنه يحيي ويميت، إذن شبه المخلوق بالخالق. فهذا التشبيه مذموم، وهذا التشبيه كفر، سواء كان تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها، تشبيه المشبهة خذلهم الله. يقول أيضا الإمام الصابوني: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة، السنة أي المتبعون للحديث والآثار، وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهم. ومن عليهم بالتعريف، دي هداية التعريف، يبقى كأن الله تعالى من عليهم بالهداية، بالهداية التعريف. ولذلك أهل الحق يعرفون الحق في الدنيا ويعرفون منازلهم في الجنة. وذلك قال الله تعالى في الجنة: عرفها لهم. عرف يعني إيه؟ هداهم إليها. لو واحد نزل بلد مش عارفها بيقعد يسأل على العنوان. طب في الجنة حد يقعد يسأل: يا أخوانا فين القصر بتاعي في الجهة الفلانية؟ مفيش. ده كل واحد نازل الجنة عارف منزلته ومقامه وقصوره وملكه في الجنة دون أن يسأل. ده التعريف. إذن التعريف يتضمن معنى الإيه؟ الهداية، يتضمن معنى الهداية. ومن تشعر منا من الله، يا الإنسان لما ربنا عجل يهدي إلى الحق في الدنيا، هذه منة عظيمة. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، ممكن سن يعرف بس ما يفهمش، يعرف الحق بس ما يفهموش، لكن يعرف الحق ويفهم الحق ما شاء الله. حتى سلكوا سبيل، وهناك في مخطوطة سبل، إذن عندنا لفظ سبيل وسبل. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. هناك مخطوطة بالتعليل، هناك مخطوطة بالتعليل، وهناك مخطوطات بالتعطيل. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. لو قلنا بالتعليل إنه يربط الأشياء بعلتها، ما يصدقش أي حاجة لما يعرف العلة، دي مشكلة. لأن هناك بعض الأحكام الشرعية وبعض الأمور لا تدرك عللها، لا تدرك عللها، وإنما يجب عليك أن تؤمن بها تعبدا لله عز وجل. والتعطيل قال الله تعالى وفي شأن وبئر معطلة وقصدر مشيد. البئر المعطلة المهملة، المهملة التي لا ماء فيها، التي لا تستعمل، يبقى المعطلة تعطيل. التعطيل هنا يقصد هنا أن نعطل الصفات، أي أن ننفي الصفات أو أن نؤول في الصفات. يبقى التعطيل إما أن ننفي الصفة أو أن نؤول الصفة. واتبعوا، أي أهل السنة اتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أعجب الأشياء أن بعض المعتزلة كابن أبي دؤاد كان بيحرف في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، فيقول: ليس كمثله شيء، ولا يقول: وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء دليل على النفي المطلق لهم، وهو السميع البصير بيان على إثبات الصفة لله عز وجل، السمع والإيه والبصر. فكانوا لا يجرؤون على قراءة هذه الآية. كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر
والعين والوجه. طبعا في النسخة المنيرية وهي من أدق النسخ، من أدق النسخ، لأنها على مخطوطة الظاهرية والتي نرجع إليها، فيها هذا الضبط. وهناك نسخ أخرى ليس فيها هذا الكلام، ولكن فيها وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله، في نسخ كده نسخ كده، ولكن نحن نعتمد على نسخة المنيرية. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. إن شاء الله هذه الأشياء على كل صفة تجد هناك بعض الأدلة وستأتي، بل ينتهون فيها، انتهى إلى أي صار، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله، أي يصيرون إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قول الله أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هنا جملة مهمة جدا، مسألة قبول اللفظ بالمعنى الذي عرفته العرب. إذا بين الشرع مراد لفظ فإن الأصل هو ما بينه الشرع، يعني لو في هناك لفظ الشرع بينه ووضحه وقال لنا إيه المقصود منه، إذن نكتفي بذلك ولا نلتفت إلى ما كان معمولا به عند العرب. يعني مثلا العرب تعرف معنى الصلاة، قال الله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا صفيقا وتصفيرا. إذن هم بيطوفوا ما إلى ذلك عند البيت، ولكن قاعدين يسقفوا ويصفروا. تسقيف وصفير ده بالنسبة لي يعتبر إيه؟ صلاة. طيب في الإسلام عندما جاء الإسلام بيّن بأن الصلاة لها معنى غير ما كان معلوما عند العرب. العرب أيضا كانت تعرف أن الصلاة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن له. عندما جاء الإسلام بيّن أن الصلاة عبارة عن حركات أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحته. مفتاح الصلاة التكبير، ماشي، وتحليلها التسليم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، يبقى إذن لا صلاة إلا بطهور. والنفي هنا ليس المقصود به نفي الكمال، ولكن نفي الصح عن الفعل، نفي الصحة عن الفعل. إذا ما ينفعش صلاة من غير إيه؟ من غير وضوء أو اغتسال.
إذا بين الشرع معنى الصلاة. طالما إن الشرع بين معنى الصلاة إذا لا نلتفت بعد ذلك لما كان مقرر عند العرب. يعني لو واحد مثلا قلنا له قوم صلي العشاء، فقال الحمد لله، يعني خلص الدرس بتاعنا ده وراح ماشي مروح. انت هكذا انت بتعمل ايه؟ ما صلي العشاء مع الناس، الحمد لله صلاة العشاء. جمعتها مع المغرب، قال لا، طول ما انا قاعد ادعو ربنا عز وجل فالدعاء هو الصلاة، يبقى انا كده صليت العشاء. الصلاة هي الدعاء، دي في لغة العرب، بس ده مش في حد الشرع. طالما ان الشرع بين وحدد معنى الكلمة، إذا لا يجوز أن ننصرف عن الدلالة الشرعية إلى الدلالة الإيه؟ اللغوية. طيب، لو إن الصحابة تكلموا بالقرآن وبالسنة وليس هناك تفصيل لمعاني أو كلمات، يبقى الأصل هنا الدلالة اللي هي الدلالة إيه؟ اللغوية. إذا ما سكت عنه الشرع فلم يبينه، فإن الأصل في فهمه إيه؟ لغة العرب. إذا ما سكت الشرع فلم يبينه، الأصل في فهمه لغة العرب. ولذلك طلب اللغة مهم جدا في باب العلم، لأن الحاجات اللي الشرع ما بينهاش هنفهمها إزاي؟ لابد أن نرجع فيها لمين؟ للغة العرب. مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا، يغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الشرع ما بيلناش يا ترى النوم ده هو نوم الليل ولا نوم النهار. وبالتالي اختلف الفقهاء في هذه المسألة، لأن ليس عندنا دليل مستقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ماهية النوم اللي بعده أغسل إيدي قبل ما أكل، ما فيش عندنا دليل مستقل. فطالما ليس هناك دليل مستقل في بيان ماهية النوم، إذا نرجع في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى اللغة. قللنا يا لغة، ايه النوم المقصود في هذا الحديث؟ جت اللغة قالت لا، كلمة بات ديت لها معنيان في اللغة. بات فيها معنيان، المعنى الأول في معنى الصيرورة، فإنه لا يدري أين باتت يده، أي صارت يده، إذن تحتمل ايه؟ نهار وليل. والمعنى الثاني إن بات من البيات فيها معنى الليل، يبقى الاثنين محتملين. فطالما الاحتمال وارد هوت، إذا الخلاف سائغ. إذا ساغ الخلاف لأنه لم يوجد عندنا دليل قاطع في المسألة. وبالتالي لافترضنا واحد نام بعد العصر وصح قبل المغرب وجاب حلة المحشر، إيه بدأ ياكل منه من غير ما يغسل إيده، أو مسك إيده يقف وروح اغسل لك الأول؟ لا. ليه؟ مسألة فيها سعة، فيها سعة، المسألة فيها إيه؟ فيها سعة. يبقى إذن اللفظ إذا لم يأتي البيان من الشرع به فإن الأصل فيه إيه؟ لغة العرب. فإن الأصل فيها إيه؟ لغة العرب. ولذلك بيقول إن احنا لا نحيد باللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه تأويل منكر إلى غير ذلك. إذن في باب الصفات، الصحابة ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ما المقصود بالعين؟ وما المقصود باليد؟ وإيه المقصود بالقدم؟ وإيه المقصود بالنفس؟ ها؟ لم يسألوه. فعدم سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ماذا يا إخواني؟ أنهم فهموا هذه الألفاظ على معناها في لغته. إذا باب الصفات كان بابا بينا واضحا، ولم يخط فيه الصحابة ليس لجهلهم وإنما لتمام معرفتهم. فانتبه، فحاش أن يتهم الصحابة بالجهل، وما تجرأ أحد على الصحابة إلا وهو كافر أو زنديق. يعني ما يتجرأ أحد على الصحابة
إلا هو كافر أو زنديق. نعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور، ومن الفتنة بعد العصمة، ومن البدعة بعد السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.